أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من حصتكم حلويات المرجان. اليوم اخترت لكم وصفة تقليدية جزائرية نحبوها كامل واللي هي الصمصة. الصمصة نحتاجو عندنا العجين وعندنا لافارس. دوك وانا نخدم راح نعطي لكم المقادير. انا هنايا كيلت بالكيله هذه صغيره، كون كان سبق لي وكيلتها. نحتاجو 5 كيلات نتاع الفرينه تغربلوهم، مع قرصه نتاع الملح. في الصمصة نقدروا نديروا قرصه مليحه نتاع الملح، يعني ما فيهاش حرج. انا تعرفوني من محبين الفانيليا في الحلويات تاعنا، بصح في الصمصة نردوا بالنا ما نديروش كميه كبيره، على خاطرش كي نقليوها راح تغلبنا في الاحمر، لانه الفانيليا فيها كميه من السكر. دونك نديروا كميه قليله فقط. في هاد الخمس كيلات عندي حوالي 400 غرام، نعملو ملعقة صغيرة نتاع لافاني. هادو هما المكونات الجافة، نغربلوهم كامل. والكيلة اللي كيلت بها الفرينة تاعي نديرها مارغرين، يعني تستعملوا نفس الكيلة ما تغيروهاش، مارغرين دايبة وباردة. نستعمل البيض، يعني في الكيلو فرينة نديرو حبة بيض. أنا عندي 400 غرام، حنستعمل نصف حبة نتاع البيض. نجي نبسسها، يعني في الحلويات التقليدية تاعنا نستعملو بزاف السمن، راح يمدلها الذوق نتاع زمان. بصح في العجينة تاعنا تاع الصمصة نفضل نستعملو لا مارغرين، وما ديروهاش بالزبدة. هنا راح نجمعها بالمزهر، عندي مزهر وحده ما خلطلوش الماء. نخرجها منا، نجي ندلكها شويه، مام ولا عجنتوها شويه زياده ما فيهاش حرج. تقدروا تجهزوها ليله من قبل، كما تقدروا تخلوها اقل شيء ساعتين باش تمدلنا هذوك النبابل اللي نحبوهم. يعني الصمصة إلا ما كانتش مشلفطة نحب يقول ما نجحناهاش. نخرج لاباط تاعي اللي كنت وجدتها. عندنا 3 كيلات نتاع اللوز يكون محمص ومرحي شوية خشين، يعني ما تخلوش رقيق بزاف. أنا كنت كيلت بالكيلة هذه. اون بون بانسي تاع القرفة، الصمصة تحب القرفة. كي العادة والعوايد الرشة نتاع الملح، ونص كيلة نتاع السكر عادي، سكر حبيبات. نخلطهم هنا، كي نجمعهم ماشي حتى نتحصلوا على ان بودا، العقدة نتاعي تكون فركتة شوية، يعني راني رايحة نبلها برك. شوية نتاع المايزينا، هنا راح نسي نورقها بيدي باستعمال المايزينا، من بعد باش نجوزو نديروها في آلة التوريق. دونك ندير شوية تاع المايزينا من تحتها، كي
كاين اللي يورقوا بشويه، انا نفضل ندير العجينه تاعي كامله على مره ومن بعد نبدا نخدم. نحسوا الكوت تاعها في الفرن، نعاود نطويها هكذا على زوج. المره الاولى درنا وحده زوج وعاودنا طوينا، هذه المره غير على اثنين ونخلوها ترتاح، ما نقدوش نخدموا بها هكذا، لازم لها ان طون دو روبو ومينيموم 10 دقائق باش نجو نخدموها في آلة التوريق. بعد ما ترتاح العجينة تاعنا نجو نشكلوها. انا كان سبق لي وحليتها في رقم 2 بعد رقم 4 واخر رقم 6، درت بنفس الطريقة، يعني رشيتها بشوية نتاع المايزينا. كي تلحقوا للرقم الاخير يستحسن تقسموها باش ما تغلبكمش. دونك حنديرها في الرقم 6. ندير المايزينا هنايا باش كي نجي نقطعها ما تلصقليش. انا نحب نحلها اخر رقم يكون رقم 6 باش ما تجينيش رقيقه كامل ويبان التنبال تاعي فيها. وكي تحلو ما تحلوهاش عريضه بزاف، دو بريفيرونس باش ما تخسروش العجينه تاعكم. الا شتوها عريضه اقسموها على زوج. دونك نجيب بالجراره هنا الكبر انتم ما حبيتو، انا نحب الصمصه تاعي تكون كبيره كيما زمان، تقدروا تنقصوا لها في العرض. نجي نقطعها وبنفس الطريقه راني رايحه نكمل الحبات نتوعي، ما ديروش بزاف على خاطرش من بعد رايحه تنشف معكم وما تنبلش مليح. دونك ندير 5 10 او ماكسيموم ونبدا نقلي، ويستحسن تكون عندكم وحده تعاونكم، وحده الفاسون والاخرى توقف لها في القليان. دونك نجيب الحشو تاعي نحط في الوسط هنا. دونك شوفوا عندي 4 تريونغل، 1 2 3 4، نحط الحشو نتوما وما حبيتو، نحب تكون فيها العقده مليحه. اللوز نتاعنا محمص مع ريحه القرفه، والله غير تمنيتكم معايا تشموا هاد الريحة. وبنفس الطريقة تكملوا كامل الحبات نتاعكم ومن بعد تجوزوا تقلوهم. لازم الزيت يكون يعني سخون ومن بعد تنقصوا له النار، ما تغلبوهاش في الطياب، سينو تقعد لنا خضرة لداخل وتحمر من فوق. انا نكملهم ونتلاقاو من بعد ان شاء الله بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد ما قليت الصمصه نتاعي. الملاحظه اللي نمدها لكم باش تزيدوا تنجحوا فيها، عفوا، كي تحطوها في المقله نتاعكم لازم ديما ترميوا عليها تمتم الزيت باش تتشلفط وتنبل معاكم. انا هنا الصمصه تاعي طابت، دونك كي تقليوها ما تنساوش تدوروها لي دو كوتي، كل مره نجي ندورها هكذا باش تدي لي تحميره شابه. فوالا نقلبوها، كي نكونوا نقلو فيها نقلبوها دي دو كوتي باش يحمروا كيف كيف. انا راهي جاهزه معايا، نقطروها. انا عندي كميه صغيره دونك درتها هنايا في الطبسين، ثم تقدروا تحطوها في الكسكس. نطفي النار تاعي ونجيب الصمصه، هي نقدروا نحتفظوا بها هكذايا ما نعسلوهاش مباشره باش نقدروا نحافظوا عليها. انا نجيب العسيله تاعي تاع المرجان
نعطي لكم نصيحة باش تقدروا تحافظوا على السمسم تاعكم، يستحسن تخبيوها كيما زمان في طبسي عشاوات ولا عندكم، إلا ما عندكمش دون دي بواط اون فير يعني بايت على الحديد، ولا دخلت نجرة ولا قدرة باش تحافظ لنا على القرمشة نتاعها. ونقول ونعاود الله يرضى عليكم، عسلوها غير عند التقديم، يعني تعسلوا غير الكمية اللي تكونوا راح تتناولوها. دونك انا نكمل نعسلها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله ونشوفوا السمسم تاعنا جاهز. مشاهدينا الاعزاء، والصمصه اللي حضرناها مع بعضنا راهي جاهزه. نتمنى تكونوا دونتوا المقادير وخديتوا بعين الاعتبار النصائح اللي عطيتهم لكم. ومهم جدا نحافظوا على حلوياتنا الجزائريه التقليديه، لازم نتوارثوها كيما احنا توارثناها على جدودنا نمدوها لاولادنا. مهم جدا الحفاظ على موروثنا الثقافي الجزائري. نتلاقاو في حصه مقبله ان شاء الله مع وصفه جديده.